جيران الأرجنتين. وفي هذه اللحظات يبكي ليو ميسي، يبكي ليو، دموع الأرجنتيني. ليو في التاريخ، ليو يكتب تاريخه، يعيش زمانه ويفرض سلطانه في ماراكانا بالذات أمام منتخب البرازيل. شيء كبير للأرجنتين، الأرجنتين مشاهدينا الكرام متعة العين، يسجل تاريخه كأكبر منتخب في تاريخ كوبا أمريكا إلى جانب منتخب أوروغواي. هذه هي الفرحة الأسرية للنجوم الأرجنتينية. نقول مليون مبروك لكل من يعشق الأرجنتين، ونقول حتى